وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية سيد يحيى السنبل. أهلا ومرحبا بك شيخ يحيى. بداية، المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها مزاحم الحويت كشف عن وجود سجن في سهل نينوى تابع لميليشيات الحشد. كيف تصفون وجود سجون لميليشيا في دولة تقول حكومتها أنها تفرض قوة القانون فيها؟ ما صرح به الأخ المتحدث باسم العشائر العربية هذا موجود في كل المحافظات التي دخلتها ميليشيا الحشد، وكل ميليشيا لها سجن خاص بها، وما تصرح به الحكومة هو تصريح إعلامي فقط، وأما على أرض الواقع فإن السيطرة هي للحشد ولألوية الحشد قيادة الحشد. هذا شيء يعني معروف سواء في محافظة نينوى أو الأنبار أو صلاح الدين. فلكن هل هناك من جهة يمكن أن تسأل هذه الميليشيات عن هذه السجون؟ هل هناك من جهة رسمية أو منظمة إنسانية عالمية يمكن أن تدخل لإنقاذ هؤلاء أو لسحب هؤلاء من هذه السجون ميليشيات وتسليمهم إلى السلطة الرئيسية أو السلطة المركزية في سبيل التحقيق معهم؟ ولكن حكم الميليشيات هو الحكم السائد والغالب، مما يدلل على كذب تصريحات المسؤولين الحكوميين من كون القرار هو يصدر عن مجلس الوزراء أو عن قيادة الجيش أو الشرطة في هذه المناطق. طيب، مزاحم الحويت أشار إلى أن تلك السجون تتم فيها عمليات مساومة مالية مقابل عمليات إخلاء سبيل المعتقلين فيه، كيف تصفون هذه الأفعال؟ هذه الأفعال منذ 15 عاما أخي العزيز وليست جديدة، ولكن الأخ الحويت هو كشف مكان السجن، أما ما يجري من عمليات ابتزاز فهو جاري في كل سجون وزارة العدل وسجون وزارة الداخلية والجيش والميليشيات، كلها تساوم، وهذا هو الذي دفع الناس إلى الغضب والنقمة على هذه الحكومة سواء قبل 2013 أو بعد هذا التاريخ. هذا هو العمل الذي اعترف به أحد أركان أو قائد ما يسمى بجهاز مكافحة الإرهاب عندما قال بأن كان الجيش يأخذ حتى الأتاوة والخاوة من صاحب عربة البقالة في الشارع الذي يريد أن يحصل على قوت يومه له ولعياله، تأتي مفرزة من الشرطة أو الجيش وتأخذ منه رزقه وتكسبه. فهذا هو الذي دفع بالأمور إلى الأسوأ في هذه المناطق. فعملية الابتزاز على السجناء تجري على قدم وساق وبعلم كل المسؤولين في الدولة. الغرابة في هذا السجن وبحسب الحويت أيضا أن هذا السجن تحت إشراف أحد النواب في مجلس النواب العراقي أو ما يسمى بالبرلمان. برأيكم يعني هل هذه محاولة لفرض غطاء من الشرعية على هذه الانتهاكات؟ أخي، الحكومة أعطت غطاء شرعي لهذه الميليشيات، وكثير من أعضاء مجلس النواب هم أعضاء في قادة أو أعضاء في ميليشيات معروفة ومعلومة للقوة سواء الأمريكية أو الأمم المتحدة أو غيرها، وهم يتعاملون معهم بالشكل الرسمي. والحكومة عندما أصدرت أو العبادي قال بأن الحشد هو يتبع للقوات المسلحة أعطاه الصفة الرسمية لممارسة كل هذه الأعمال، ولكن مع الأسف أنه هؤلاء السجناء أولا لا يحظون بأي محاكمة عادلة، حالهم حال البقية، ويتعرضون إلى حالات الابتزاز والاضطهاد والعنف الجسدي. طيب، يعني حيدر العبادي قرر أن يدمج ميليشيا الحشد ضمن المؤسسة العسكرية في العراق، ألا ترون أنه بفعلته هذا تضع حكومة العبادي في دائرة المساءلة حول انتهاكات ميليشيا الحشد؟
خاصة هو عندما دمج هذه الميليشيا ضمن الجيش والشرطة أو قوات الأمن في سبيل أن يعطي المشروعية الكاملة لما تقوم به أو لإسقاط التهم الموجهة لها. نعم هو في دائرة المسائلة، لكن من هو الذي يسأل؟ من الذي يسائله؟ من الذي يحاسبه على هذه الأعمال؟ لذلك ترى أن البلد في حالة خراب وفي حالة تأخر، ولا يوجد أي تقدم في كل الأصعدة الأخرى من جراء هذه الأعمال الانتقامية والثائرية والاستفزازية والأعمال الطائفية التي جرت الويلات على هذا الشعب. شيخ، يعني نحن مقبلون على فترة انتخابات، ألا تعتقدون أن العبادي تصرف بشكل مغاير؟ كنا نتوقع أن يكون هنالك تصعيد في بعض النواحي، هو خرج وصرح أن هنالك بعض الأفراد المفلتين داخل الحج، لكنه لم يحاسب أحدا وهو يدعي الإصلاح. هو يدعي الإصلاح، لكن من الذي يقوم بالإصلاح؟ هي مؤسسة فاسدة، هل تتوقع أن يقوم أناس فاسدون بمحاسبة أو بإصلاح وضع هم قد اختاروه لأنفسهم من أجل السيطرة على مقدرات البلد وثروات البلد؟ يعني هي مجرد شعارات لا أكثر، وقضايا إعلامية للاستهلاك الإعلامي ليس أكثر، ولخداع الرأي العام المحلي والعالمي. كان معنا عبر الهاتف أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ يحيى السنبل، شكرا جزيلا لك.